أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بالعناوين. وزير المالية يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي بسبب انخفاض الموارد الجبائية وارتفاع النفقات. مؤشرات إيجابية للسياحة الشاطئية تقابلها أزمة في السياحة الصحراوية. باقة من إبداعات أبناء الجهة تؤثث سهرة افتتاح مهرجان السليوم بالقصرين. تمكنت وحدة الأمن الوطني بأقليم تونس من الكشف عن خلية تكفيرية تتكون من 7 أشخاص كانوا يعقدون اجتماعات مشبوهة بضاحية المروج بتونس العاصمة. وأشارت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أن التحري مع أعضاء هذه الخلية بين أن عددا منهم اعترف بمبايعته لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي واستعدادهم للالتحاق ببؤر التوتر للمساهمة في عمليات إرهابية. وبينت الوزارة أن الخلية المذكورة كانت ولا تزال في طور التكون وليست لها مخططات إرهابية جاهزة قبل أن يتم التفطن إليها وإلقاء القبض على عناصرها من قبل الوحدات الأمنية. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي. إلى رحاب مجلس نواب الشعب، حيث عقد المجلس اليوم جلسة عامة وجهت خلالها أسئلة شفاهية إلى أعضاء من الحكومة. وأكد وزير المالية سليم شاكر على ضرورة ضمان الاستقرار الأمني من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. صعوبة الوضع الذي يعيشه الاقتصاد التونسي أمر أكده اليوم وزير المالية سليم شاكر خلال جلسة مساءلة شملت عددا من أعضاء الحكومة، وضع يتلخص في مراجعة نسبة النمو نحو الانخفاض إلى 2%. نسبة النمو باش تكون أقل من 2.5، وأحنا توا عندنا نسبة نمو خفضناها ل 2% وما زالت 2% تحت الدرس. نعرفوا اللي صار الصرف عنده انعكاسات على التوازنات لميزانية الدولة، مثلا الدولار اليوم أكثر من دينارين و200، إذا كان هو دينار و170 معناتها زيادة 200 مليم، الانعكاسات على موارد الدولة باش تكون 400 مليون دينار. انخفاض الموارد الجبائية وارتفاع النفقات وتضخم كتلة الأجور إلى جانب المصاريف الاستثنائية التي تعرف ارتفاعا مؤشرات أكد من خلالها وزير المالية أن الوضع المالي بصفة عامة لا يعرف الاستقرار المطلوب في المرحلة الراهنة. الأجور تزادت أكثر من 13000 مليون دينار، ثم أيضا نفقات تزادت في وزارة التربية، ثم نفقات أيضا إضافية تزادت في معالجة وضعية الآلية 16. التحويلات ثم إضافية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي. هذه الموارد الجبائية التي من المفترض أن تمثل نسبة هامة من مداخيل الدولة ورغم النجاح في استخلاص مبالغ قياسية منها، شهدت خلال السداسي الأول تراجعا بنحو 560 مليون دينار. في 2016 في 6 أشهر أكهو دخلنا 430 مليون دينار، معناتها في 6 أشهر أكهو أخلطنا الأكبر رقم متاع استخلاص عملته وزارة المالية اللي هو 430 مليون دينار. وبخصوص محركات النمو، أكد وزير المالية أنه تجري عديد الإصلاحات من خلال ترسانة القوانين الجديدة، لكنها تبقى إصلاحات دون جدوى إذا لم يرافقها استقرار أمني. قاعدين نخدموا على أحداث بنك الجهات باش نعطيو فرصة للجهات باش هي تكون عندها الإمكانية باش تمول المشاريع في وسط الجهات، ولكن ثم أيضا إمكانية للتمويل للشباب العاطل عن العمل في الجهات باش ينجم يستثمر وباش ينجم يكون مشاريع ويخلق مواطن شغل لنفسه. ثم أيضا هيكلة البنوك العمومية اللي قاعدة تقدم، لكن هذا الكل وهذه الإصلاحات الكل وهذه العوامل الكل تبقى رهينة الاستقرار الأمني. الكلمات المفاتيح التي ستراهن عليها تونس في الفترة القادمة وربما من خلال المشهد السياسي المعدل المنتظر هي بالأساس الاستقرار الاجتماعي والسياسي واسترجاع الثقة في تونس كوجهة للاستثمار، معطيات كفيلة ربما بالحد من الأزمة. نبقى في المجال الاقتصادي، وتوقف إنتاج الفوسفات بكل من الرديف وملا عرايس والمظلة منذ أشهر تسبب في تدني مستوى الإنتاج، ما يطرح مخاوف بشأن فقدان أسواق خارجية جديدة.
سجلت شركة فوسفات قفصة عجزا يقدر ب 43% في طاقة الإنتاج المبرمجة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية بسبب توقف دورة الإنتاج بأقاليم رديف وأم العرايس والمظلة منذ أشهر. رديف متعطل العمل منذ شهر جانفي إلى اليوم، أقليم المظلة متعطل لمدة قرابة 3 أشهر وما زال متعطل إلى اليوم. أدت هذه التعطيلات إلى إنتاج كان في السداسية الأولى مبرمج 3,250,000، لم ينجز إلا 1,870,000، أي نقص ب 43%. إنتاج لا يتعدى 10,000 طن في اليوم لم يمكن شركة فوسفات قفصة من الإفاء بتعهداتها الداخلية وتسبب في خسارة الأسواق الخارجية. أهمنا الكبير هو التعهدات الداخلية للمجمع الكيميائي التونسي، كما قلت لك اللي هو باقي يشتغل بطاقة دنيا، وثم بعض المعامل بدت منها تحبس نظرا لنفاذ المخزون وعدم وصول بالنسبة للخارج الوثق الخارجي الفوسفات سنة 2016 ما وثقنا حتى شيء. أنا عندي دعوة ملحة معناها لكل الأطراف المتدخلة في موضوع التنمية في موضوع التشغيل يبذلوا أقصى جهودهم وبسرعة لإيجاد الحلول المناسبة وفي أقرب وقت حتى الشركة ترجع إلى سلف نشاطها، وشركة معناها أوفت بوعودها الكل من ناحية التشغيل، آخرها تشغيل الإطارات كنا أعلننا على النتائج الأولية، ومن هنا لآخر الشهر باش يقع الإعلان النهائي على النتائج المقبولين. حصار خانق ضرب على مواقع الإنتاج الفوسفاتي وتحويله بالحوض المنجمي بسبب التحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية التي لم تجد طريقها للحل من قبل السلطات المعنية. إلى موضوع آخر الآن يتعلق بأنظمة التقاعد والتأمين على المرض، حيث تشكو العديد من الصعوبات والإشكالات ليس في تونس فقط وإنما على مستوى إفريقي ومغاربي. ندوة في مدينة الحمامات تبحث في سبل إصلاح هذه المنظومة. تعقيدات أزمة منظومات الضمان الاجتماعي بتونس وبشمال إفريقيا عامة طرحت ضرورة قضية البحث عن حلول تخرج هذه المنظومات من عنق الزجاجة. مكتب الاتصال بمنطقة شمال إفريقيا اللي يعني بالجزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا يقوم بتنظيم هذه الاجتماعات الفنية المتعلقة خاصة في الوقت الراهن، وهو المشكل مطروح على مستوى دولي للتوازنات وإصلاحات على مستوى الضمان الاجتماعي، يقوم بتنظيم ندوات فنية بحتى تتناول مواضيع في هذا الاتجاه. أزمة هذه المنظومات مثلت أهم قضايا الساعة في ظل ضعف التوازنات المالية، قضية تباحث فيها الخبراء لإيجاد استراتيجيات تفكيك معوقاتها ومواجهة تحدياتها. يلفو يكونوا إصلاحات، وهذه الإصلاحات يجوزوا من لا ريفورم تاع لا روتريت، ويجوزوا من على بالكم باللي الانظمه تاع لاسورانس مالادي غير فيهم الاشتراكات، لازم تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تاع البلدان تاعنا باش ينجم يكون دومومه. نامل باش تخرج الندوه برؤى بمقترحات بتصورات اللي من شأنها باش تعمق تفكيرنا حول منظومة ضمان اجتماعي تضمن التوازنات المالية وتضمن الخدمات اللي ينتظروا فيها منظورها. وتمتد هذه الندوة على يومين للخروج بتوصيات ومقاربات لتحقيق إصلاح فعال وسريع لهذه الأنظمة. رغم ظهور بعض البوادر الإيجابية في المجال السياحي عموما، إلا أن السياحة الصحراوية ما زالت تشكو العديد من الصعوبات ولم تتعافى تماما، والأزمة في القطاع ما زالت إلى اليوم تلقي بظلالها على العاملين في المجال. لا تزال أزمة القطاع السياحي بولاية طوزر تلقي بظلالها على الوحدات الفندقية والعاملين بهذا القطاع بعد تفاقم الصعوبات والهزات العديدة التي رافقت القطاع السياحي طوال ال5 سنوات الماضية. وهذه المرة يجد 21 عاملا بأحد أقدم نزل بمدينة طوزر مسيرا مجهولا بعد أن أغلق هذا النزل أبوابه ولم يتحصل عملته على جرياتهم لأكثر من 14 شهرا. ما خلصناش من جوان 2015، أنا عام ودخلين في العام الثاني، أنا هذا الشهر 14 شهر ممثل الشركة معاش ممثل نتاع الشريك، أنا صاحبت الشركة جلسنا سابق بما هنا في الولاية مع المعتمد الأول ومع
مندوب السياحة وما فقد الشغل وتعهدت اللي هي بتساوي وضعية المؤسسة ومشت وما لو تخلت علينا. وضعيات اجتماعية صعبة أصبح يعيشها العمل والمتضررين من أزمة القطاع، خاصة أمام ضبابية وغياب مؤشرات عودة النشاط السياحي إلى سالف نشاطه. وضعيتنا خائبة بصراحة، نطلب من السلطة يتلفتوا لنا. احنا مثلا 14 شهر ما خلصناش، وكما تعرف أنت اللي بطل دريه من المكتب بطل، واللي عندها مثلا في الجامعة بطلها، واللي عندها الحاصل الحالة تاعنا راهي مزري. عندنا اللي بعد داره، عندنا اللي حول 3 و4 مرات، معناها الكراء كل واحد يطيش له دبشه. الموسم السياحي الصيفي بولايه طوزر بدا باهتا ولم يحقق النتائج المنتظره حسب اهل الاختصاص. هما لحد الان يقولوا الروس معناها تاتي لطوزر، معناها ثم واحدين في البتلاوه، ولكن في السوق لحد الان ما ثمش. معناها وضع غير مطمئن، وضع خايب برشا، ما ثماش خدمة بالكل. يقولوا ثم وكالة أسوار تاع روسية معناها، وحلت معناها وكالة أسوار جديدة، معناها ما احنا ما شبهناش شيء. حتى كنشوف بعض الوكالة أسوار اللي جيبنا في شوي روس، حاجة معناها حاجة بسيطة جدا. السداسية الأولى من سنة 16/2000 شهدت تراجعا بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 15/2000، لتسجل بذلك أسوأ نسبة على مستوى الوافدين إلى ولاية طوزر في الخمس سنوات الماضية. ورغم تراجع السياحة الصحراوية، إلا أن السياحة الشاطئية تبشر بمؤشرات إيجابية لموسم سياحي متميز في مدينة سوسة، حيث تمت إعادة فتح 14 نزلا وتم تجهيزها بمعدات خاصة في المراقبة حفاظا على أمن السياح. أكثر من 15,000 سائح توفدوا على نزول ولاية سوسة من جنسيات مختلفة، تترأسها الجنسية الروسية التي عوضت نوعا ما النقص الحاصل على مستوى سوق الوافدين. أنا أول مرة أزور تونس، النزل جميل. الطقس جميل والأجواء رائعة، سأعود مرة أخرى. تونس بلد الأمن والأمان، ويخطئ من يقول عكس ذلك. أحببت طقسها وأهلها، بلد جميل. إعادة فتح 14 نزل بالمنطقة السياحية وتدعيمها بالأمن السياحي وتجهيزات المراقبة لاستقبال المزيد من الزائرين. قرابة 10,000 سرير اللي دخلوا الاكتيفيتي، وشنو الانعكاسات نتاعو معناها على الشغل، سوق الشغل بالجهه، واعاده براتيكمون كل الناس اللي خرجوا من النزول معناها وقت الضربه هذيا، الكل رجعت الحركه الاقتصاديه كيف رجعت داخل المدينه العتيقه. احنا نشوفوا توا داخل النزول نتاعنا عندنا اكثر من 15,000 16,000 سائح موجودين بسوسه القنطاوي، معناها قرابه اكثر من 50% من التو دوكيباسيون في الجهه. فما السياح متنوعين، صحيح اللي فما الجنسيه الروسيه قرابه اكثر من 8,000، لكن نلقاو فما المان، فما بعض الانجليز مالجري الحضر السفر على تونس. الفتره الاخيره تم تدعيمه خاصه من وزاره الاشراف، وزاره السياحه ووزاره الداخليه، وذلك بالقيام بدورات تكوينية سواء كان للأعوان القائمين بالحراسة أو للأعوان الأمن التابعين للأمن السياحي أيضا. وفما زاد أن الحاجة أخرى ممكن ما كانتش معناها جديدة، هي المراقبة البصرية. بوادر انتعاش ومؤشرات إيجابية لموسم سياحي صيفي على أمل تواصله على حد تعبير أهل القطاع. المؤشرات الكل تدل على نجاح الموسم هذا ان شاء الله. داير المواجوان تعدى في مجمله شهر تعدى باهي من ناحيه يعني تو دو رومبليساج ان شاء الله. يعني المؤشرات الكل باهيه باش ينجح الموسم هذا، يعني بالوجود الامني بالليزيفور اللي عاملينهم الخيان في المجال الامني في خاصه في ولايه سوسه. عمال نتاعنا احنا ما خرجناهمش، الاغلبيه معناتها اللي موجودين يخدموا، وزدنا طبعا نزيدوا في كي تبدا هوت سيزون نزيدوا العمال. بأمنها وأمانها، ببحرها وشمسها، بخدماتها السياحية، تبقى بلادنا وجهة سياحية مفضلة.
قدمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للمصطفين جملة من النصائح العملية للتوقي من لسعة قناديل البحر المعروفة بالحريقة بعد انتشارها الملحوظ في عدد من الشواطئ التونسية في الفترة الأخيرة، ويتوجب وفق ما دعت إليه الوكالة اتباع جملة من الإسعافات الأولية العاجلة في حالة الإصابة بلسعة قنديل البحر، وتجنب أي حركة قد تؤدي إلى كسر الأشواك السامة في موضع اللسعة، مع غسل المناطق المصابة بماء البحر البارد أو الماء المالح وتجنب استعمال الماء العادي. وتوصي الوكالة باستخدام أكياس باردة لمدة 10 دقائق مع التوجه إلى أقرب مركز لمعالجة السموم. وبينت الوكالة أن عديد الشواطئ التونسية تشهد انتشارا هاما لقناديل البحر، وأن هذه الظاهرة انتشرت بشكل لافت في السنوات الثلاث الأخيرة، وبدأت تظهر بشكل جلي في شهر جويليا قبل موعدها المعروف في أواخر شهر أوت. إلى جربة الآن، مبادرة الطالب السائح تنتظم للمرة الثانية على التوالي، وتهدف إلى تمكين الطلبة من معرفة بلادهم. مبيت جامعي تجري الاستعدادات به اليوم لتهيئته حتى يستقبل الطلبة بداية من الشهر القادم بسعر رمزي. المبيت الجامعي جرباولي سيستقبل بداية من شهر أوت القادم عددا من الطلبة السياح من ولايات الجمهورية في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي وتم نشرها على موقع ديوان الخدمة الجامعية. المبادرة تحت شعار اعرف بلدك. على موقع الديوان ثم مطلب يعمر الطالب وثم يبعثوا للديوان، في ديوان معناها سواء كان الجنوب ولا الشمال، في اقصى 10 جويليه، ثم بعد ذلك الديوان يعلمنا بالقائمه الاسميه للمشاركين في هذا البرنامج اللي هو برنامج طموح لا محاله. ويشهد المبيت تحضيرات لاستقبال الطلبه من صيانه لمعدات التبريد، بالاضافه لعمليات تنظيف الغرف والوحدات الصحيه حتى يجد الطالب الارضيه مهيئه لقضاء عطلته الصيفية. هذا وحدد سعر الليلة في المبيت بدينار واحد. 12 طالب. دونك باش يكونوا متواجدين بحضرنا ان شاء الله في جربة بعد لو 1 اوت ان شاء الله. دينار الليلة. معناها عنده الحق باش يقعد اسبوع ويدفع دينار. ابرزها هي قرية اللغات اللي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للألمانية، وبحضور تقريبا 150 طالب. هذه من 17 ل 31 جويلية. ثم بعد تالي نستقبلوا عائلات تابعين لوزارة التعليم العالي. مبادرة الطالب السائح تنتظم للعام الثاني على التوالي، وبدأت تعرف إقبالا متواضعا على جربة بعد أن كان العام الفرد طالبين سائحين فقط من زار الجزيرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف الطالب بأماكن جميلة تزخر بها ولاية تونس. قدمت اللجنة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية البرنامج الرسمي لهذه التظاهرة خلال ندوة صحفية، وتم الإعلان خلالها أيضا عن تفاصيل حفل الافتتاح المبرمج في 23 من جويليا الجاري. سهرة الافتتاح لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 ستكون بحدث صفاقس المضيئة، مع مجموعة من الفقرات التي تؤثث البرنامج النهائي لهذه التظاهرة. ليلة مضيئة صفاقس بأضواء فنية في كل معالم الفنية والمعالم التاريخية في باب بحر، باش تشوفوا صفاقس في شكل آخر من أنواع الإضاءة إن شاء الله اللي تكون مبهرة، نتمنوا ذلك. 80 متر على سور باب الديوان باش يكون فيه إسقاطات رباعية البعد مش ثلاثية الأبعاد، وأيضا زاد كيف الفنان محمد علي كمون باش يقدم لنا عطور صفاقس اللي هي أيضا في نفس التصور والرؤية ستعكس هوية صفاقس، باش تكون زاد فسحة السفن الشراعية مع أشرعة بأعلام الدول العربية وتضيء ليلا زاد للعالم العربي. أول مهرجان للمناطيد باش يكون في صفاقس، وسيكون أيضا 16 منطاد بحول الله باش يسبحوا في سماء صفاقس، وليلا باش يكون نايت جلو وهج الليل. برمجة تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية كشفت أيضا عن موقع معتمدية صفاقس من هذا الحدث وفق تصور بني على مفهوم التشاركية. بعث فضاءات جديدة في الجهات، بعث مركز دولي لفنون العرائس وفنون الفرجة، بعث فضاءات ثقافة الحياة، بعث ويكان دار اللي هي برمجة 107 فعاليات في الجهات، بعث طريق الثقافة اللي تمشي 127 عمادة، 70% من البرمجة الموجودة في الجهات هي أولاد الجهات.
60% من البرمجة الموجودة في عاصمة الثقافة العربية هي للجهات. المشرفون على هذا الحدث يرفعون شعارا واحدا وهو المراهنة على الثقافة جسرا يوحد لا يفرق، وعلى صفاقس مدينة للقاء. نجوى كرم، صابر الربيعي، كاظم الساهر، عديد من الأسماء، كيف كيف مهرجان عروس البحر زاد كيف كيف، عديد من الأسماء التي تليق بالتظاهرة هذه، خلافا لأسماء إضافية ستوظف زاد ثقافيا. عروض مش كان شيء عربية، مش تكون فما عروض من الصين وعروض من أمريكا وعروض من العديد من البلدان العالم، دونك صفاقس مش تكون حاضنة معنا للإبداع العالمي ومش تكون مسوقة للإبداع الجهوي الوطني. هي الاستعدادات الأخيرة قبل أيام من حفل الافتتاح لعاصمة الثقافة العربية، استعدادات يغذيها الأمل بتغيير ملامح المدينة وتنشيط شوارعها بالثقافة دون سواها. سهرة افتتاح مهرجان السليوم الدولي بالقصرين في دورته 36 كان بعرض النجمة. هذا العرض الذي جسده أبناء الجهة بمشاهد فنية راقصة امتزجت بحبكة درامية مسرحية. نجم من الفانوس أشرق ليلة من ليالي الصيف الحارقة، فانوس رقص نجوم عرض النجم على أوتار خيوطه الذهبية التي زينت حفل افتتاح مهرجان السليوم الدولي في دورته 36. العرض هذا يشمل تقريبا 50 مبدع من القصرين، حابين يكون عرض محلي في طاقات وانتاج ومخزون ثقافي من العادات وتقاليد القصرين. العروض حابينها تكون متنوعة متوازنة بين الطربي بين الفن الشعبي بين الراي بين الراب. عرض في حبكة درامية شاركوا فيها أكثر شباب الجهة إبداعا في المجال الموسيقي في الكوريغرافيا في الصوت. النجمة عرض مزج بين المسرح والغناء والموسيقى، وتزين نجومه بحلي اختلفت ألوانه وأشكاله، وعكس نور الفانوس أصالتها وترجمت حركات نجوم النجمة تراث جهتنا. عرض رائع للغاية، فرحتنا وعرض ممتاز جدا لأنهم مبدعين أبدعوا ونوروا وجه القصرين ومساليهم سريع باهية وحاجة باهية جديدة في القصرين. أنا فرحانين برشا بتواجدنا في الافتتاح قبل ما نكون متواجدين في مهرجان الحفلات الدولي. فنانون من تونس والجزائر وسوريا سيحيون حفلات مهرجان السليوم الدولية خلال الأيام القادمة. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، ولكم تذكيرا بأبرز عناوينها. وزير المالية يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي بسبب انخفاض الموارد الجبائية وارتفاع النفقات. مؤشرات إيجابية للسياحة الشاطئية تقابلها أزمة في السياحة الصحراوية. باقة من إبداعات أبناء الجهة تؤثث سهرة افتتاح مهرجان السليوم بالقصرين. الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.